بداية بدوري لابد أن أعبر عن امتناني وشكري لكم لهذه الاستضافة الكريمة في هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة، إلى جانب مجموعة من الشخصيات الوازنة والوجوه المحترمة الفاعلة في المجال السياسي والثقافي والأكاديمي. للإجابة على سؤالكم، في اعتقادي هناك مفارقة غريبة جداً يصادفها المرء أثناء الاشتغال على موضوع التجربتين، سواء شرق الجدار أو غربه، حول موضوع الممارسة السياسية في ضفتي الجدار، وهي على أنه هناك نظامين: نظام يمتح من المشروعية التقليدية، وهو مملكة تعتمد مشروعيات تاريخية ولا تخفي ذلك، طبيعتها تفرض ذلك، وربما حتى في تعاطيها مع قضية الصحراء وظفت المشروعية التاريخية من خلال مفهوم البيعة، من خلال مجموعة من المفاهيم. وهناك نظام آخر يوظف شعارات تقدمية وحداثية والثورة وإلى آخره. الغريب هو على أن ممارستيهما تكادان تتناقضان مع طبيعة مشروعيتيهما، بمعنى على أنه النظام الذي يفترض أنه ثوري حداثي يصادر الحريات المدنية والسياسية، يمنع تأسيس الأحزاب، يمنع تأسيس الجمعيات، يضيق على حرية التنقل وإلى آخره، يفرض نظام الحزب واحد ونظام بوليساري. بينما في الضفة غرب الجدار على الأقل هناك نوع من التعددية السياسية، نوع من الممارسة السياسية برغم من كل الإشكالات التي تعتريها، طبعا في مقدمتها إشكال الريع وإشكال مجموعة إشكالات، بالمناسبة تحدثت عنها حتى الخطابات الملكية، تحدث عنها تقرير البرلمان، اللجنة البرلمانية المكلفة التي اشتغلت على أحداث إكديميزيك، تحدث عنها المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي أيضا، ومعهد ماكنزي، جميعهم تحدثوا عن إشكالات، ولكن على الأقل هناك تعددية سياسية، وهذه التعددية تحتضن حتى البوليساري، معنى أنه هناك جمعيات انفصالية تشتغل جهارا نهارا في المنطقة، وهناك أيضا مصالحة تاريخية يمكن وصفها بالمصالحة التاريخية، تحدث عنها الأستاذ الأشعري، هيئة الإنصاف والمصالحة إلى آخره. وبالتالي هناك تناقض غريب جدا في بمعنى ما أريد أن أخلص عليه، أنه الإشكال ليس إشكالا مفاهيميا ولا إشكال مبادئ، الطرفين يوظفان بعض المبادئ، بالمناسبة كلها ترتبط بالشرعية الدولية، كلها تعتبر مبادئ أمم التي تأسست عليها الأمم المتحدة. المغرب يوظف مبدأ السيادة، الجزائر البوليساري توظفان مبدأ تقرير المصير، لكن في اعتقادي الإشكال ليس إشكال مفاهيم ولا إشكال مبادئ. الإشكال يمكن تلخيصه في صراع قوتين إقليميتين على النفوذ في المنطقة، هما طبعا المغرب والجزائر، والدليل على ذلك على أنه الصراع لم يكن وليد قضية الصحراء، بدأ ربما مع استقلال البلدين، وربما قبل ذلك منذ المفاوضات التي جمعت أو منذ حراك الحركة الوطنية في المغرب، وكذلك جبهة التحرير في الجزائر، والاتصالات التي جمعت الجانبين ربما قبل حتى استقلال الجزائر، طبعا ترجم في حرب الرمال وترجم في ملفات أخرى، لكنه تكرس بشكل أساسي في قضية الصحراء، بمعنى أن قضية الصحراء هي مجال تصريف الصراع المغربي الجزائري. أعتقد أنه الإشكال أيضا هو مشكل ارتباط مسارات اجتماعية وثقافية وحتى إنسانية بما هو سياسي. أعتقد أنه هذا جزء كبير من المشكلة، لأنه في اعتقادي لابد من فصل المسارات حتى يمكن الاشتغال عليها بالموازاة مع بعضها البعض. لا يمكن أن نربط قضايا إنسانية عويصة من قبيل مثلا مشكل اللاجئين، من قبيل إشكالات حتى تحدث عنها الدكتور بوعيدة، مشكل الريع ومشكل الممارسة السياسية في الصحراء، نربطها بحل الملف الذي طال أمده، والذي تعثر طوال نصف قرن من الزمن. أعتقد على أنه يجب الفصل في هذه المسارات. مشكل وجود لا يمكن قبول اليوم في العشرية الثالثة، مطلع العشرية الثالثة من الألفية الثالثة، وجود عشرات الألوف من اللاجئين
الحل السياسي الذي طال أمده. هناك أسر مشتتة، هناك يعني شتات يعاني منها جزء كبير من الصحراويين، تكاد لا تجد أسرة سوى تجتمع على مائدة إفطار أو تجتمع في عيد من الأعياد الدينية مجتمعة. كل الأسر تقريبا اليوم مشتتة، وأعتقد أنه بداية الحل ينبغي أن تكون من خلال الفصل ما بين المسارات، الفصل ما هو إنساني عما هو سياسي، لأن هذه الخصوصية السياسية التي ارتبط بها هذا الإقليم باتت لعنة، باتت تعرقل التنمية، باتت تعرقل يعني تعرقل الإصلاحات التنموية، تعرقل المشاريع التنموية، تعقد الوضع الاجتماعي والاقتصادي إلى آخره. وبالتالي اليوم في اعتقادي نحن أمام لحظة تاريخية. اليوم نحن نعيش مخاض يتميز بتغير الوضع الجيوسياسي في المنطقة، لأن هناك تحولات كبيرة جدا يمكن أن تساهم في الحل. حالة يمكن تلخيصها في عبارة يعني اختلال ميزان القوة. منذ سيطرة المغرب على معبر القرقرات ودخلت البوليساريو في موجة تصعيد عارمة وأصدرت يعني ربما المئات من البيانات العسكرية، تبعها يعني تغير في الخطاب الرسمي الجزائري. اليوم هناك تصريحات في الإعلام الجزائري والمسؤولين الجزائريين وجهات يعني محسوبة على النظام الجزائري تتحدث على أن قضية الصحراء باتت مرتبطة بالأمن القومي الجزائري. موجة التصعيد أيضا في العلاقات المغربية الجزائرية لم تأتي عبثا، جاءت في إطار هذا يعني في هذا السياق. لأول مرة يعني بيانات أيضا متتالية من الرئاسة الجزائرية، قطع عدم يعني رفض لتجديد اتفاقية الغاز، غلق الأجواء الجزائرية في وجه الطيران المغربي سواء المدني أو العسكري، بيانات تحمل المغرب لمسؤولية ما سمي بمخططات تخريبية تصفه بالدولة المجاورة إلى جانب إسرائيل وإلى آخره. هذه الموجة لم تأتي عبث، تأتي في إطار سياق تغيرات يعني جيوسياسية تشهدها المنطقة، يمكن تلخيصها في سيطرة المغرب على معبر القرقرات، تمديده لمجموعة من الجدارات الدفاعية أهمها كان في تويزقي، يعني شن الطيران المغربي بحسب العديد من المصادر لعمليات نوعية عن طريق يعني خاصة طيران يعني طائرات المسيرة التي كبدت البوليساريو خسائر عديدة، ويعني خسرت بسببها يعني للأسف حتى يعني لمستوى يعني الأفراد والقيادات بما في ذلك قيادات وازنة من ضمنهم قائد دركها ومجموعة من القيادات الأخرى. وبالتالي هناك تطورات تجري على الأرض، ربما اليوم هناك سيطرة جوية على كامل الإقليم بما في ذلك المناطق العازلة، وبالتالي هذه التطورات الجيوسياسية، هذه حالة اختلال ميزان القوى يمكن أن تمهد للتفاهمات وللتوافقات الجديدة بناء على المعطيات الجديدة على الأرض. الآن لماذا يعني ما الذي يعرقل التفاهم؟ إذا كانت هذه الحالة ينبغي أن تمهد للتوافقات والتفاهمات الجديدة، ما الذي يعرقل الأمر على الأرض؟ هناك يعني جانبين، هناك حالة يعني هناك تأزم الوضع الداخلي الجزائري، يعني منذ اندلاع الحراك الاحتجاجي الشعبي في الجزائر، حراك المطالب بالتغيير وإلى آخره، هناك مخاض أيضا عسير يخوض النظام الجزائري. أعتقد على أنه لو افترضنا جدلا أنه الوضع الداخلي مستتب لصارعت الجزائر للتفاهم ولي يعني التوافق مع المغرب. الجانب الآخر متعلق بالوضع الداخلي للبوليساريو أيضا، لأن هناك قيادة شاخت كما أشار الدكتور بعيدة، منذ يعني قيادة تمارس المهام القيادية منذ 50 سنة، هناك وضع داخلي متأزم أيضا، وبالتالي لا الجزائر ولا البوليساريو كليهما كان في حاجة للتصعيد، لشماعة التصعيد، لشماعة العدو الخارجي، لشماعة يعني التصعيد السياسي لأجل تصدير الأزمة الداخلية. في حال يعني تضافرت يعني الشروط والظروف المشجعة
لجلوس الأطراف على المفاوضات. وأعتقد على أنه أيضا المقاربة الأممية باتت تنحى إلى هذا الاتجاه، باتت تتغير. اليوم حديث عن مقاربة توافقية، مقاربة يعني مقاربة عقلانية، مقاربة واقعية، هذا ما أكد عليه القرار مجلس الأمن الأخير 26/02، والذي حظي بالمناسبة بشهادة المغرب وبيعني رفض أو امتعاض رسمي جزائري وحتى من طرف البوليساريو، الذي يعقل، الذي ربما سيساهم في الحل، ربما ليس الشكل الحل. يعني لا يهم أنا سميته حكما ذاتيا أم إطارا موسعا أم جهوية موسعة أم فيدرالية، لا يهم، المهم على أنه هو في دائرة ما بين الاستقلال وما بين الانضمام التام، وفي هذه الدائرة ينبغي أن تكون هناك سيادة للمغرب وهناك صلاحيات تمنح للإقليم. وهذه تفاصيل تقنية يعني يمكن أن يشتغل عليها الخبراء أو المختصين في أنظمة الحكم المحلي إلى آخره، لا أعتقد أنه لأنها إشكالا. الإشكال في اعتقادي ربما يكمن في مقاربة الحل، وأعتقد على أنه بالفعل ينبغي أن تكون مقاربة توافقية تشاركية. لم يعد مقبولا أن تحتكر البوليساريو تمثيل الصحراويين في المفاوضات، شعار الممثل الشرعي الوحيد بات متجاوزا. لا يمكن أن نقتصر الحل على جهات سياسية ثبت بالدليل القاطع على أن مصلحة المجتمع الصحراوي ليست في سلم أولوياتها. يعني هناك قيادة مثلا متابعة بجرائم، باتهامات يعني بتهم جنائية بالقتل وبالاختطاف وبالتصفيات وإلى آخره، ربما لديها اهتمامات أخرى بالتأكيد أن تنجو بنفسها وأن يعني تستمر في هذا التصعيد إلى ما لا نهاية. ولكن أعتقد على أنه اليوم حتى يعني الأمم المتحدة وحتى الأمين العام الأممي يشيد بالعملية السياسية في المغرب، والجميع ويعني المراقبون يتحدثون عن الانتخابات التي شهدتها المغرب وعن تمثيل يعني الحزب وقدرة على التأطير، وهذه نقاط ينبغي أن نشيد بها بالرغم من كل الكراهات التي سبق نشرها إليها الإخوة من ريع ومن محسوبية ومن خصوصية سياسية في الإقليم. في هذا يعني السياق لا يمكن أن نقبل أن تمثل البوليساريو الصحراوي، ينبغي إشراك المجتمع المدني الصحراوي لا سيما في ضفتي الجدار في العملية السياسية. المقاربة ينبغي أن تكون تشاركية، ينبغي أن تستحضر اهتمامات الصحراويين، بالمناسبة اهتمامات الصحراويين ليست كلها اهتمامات سياسية. مشكل التشغيل، مشكل التوزيع العادل للثروة، مسألة عودة اللاجئين، مسألة مجموعة من القضايا، الخصوصية الثقافية أيضا، إشكالات الهوية، نحن أمام إشكالات خطيرة، هناك مجتمع يندثر، هناك هوية يعني المجتمع كان مجتمعا بدويا أرغم على النزوح إلى المدن، جزء منه وجد نفسه في اللجوء خارج وطنه، هناك إشكالات من ضمنها إشكال الهوية، إشكال الثقافة الحسانية، إشكال التشغيل، إشكال التوزيع العادل للثروة، هذه كلها ينبغي أن تكون ضمن الحل المنشود، يعني حتى يعني يساهم في إنهاء النزاع فعلا، لأن النزاع له جذور، جذوره لا تقتصر على ما حدث في 73 أو 75 أو 70، جذوره تمتد إلى جيش التحرير، إلى المقاومة، إلى الطبيعة يعني البدوية للمجتمع، إلى طبيعة المستعمر الفاشيستي نظام فرانكو، إلى يعني طبيعة أيضا الحزب الواحد النظام التوريتاري الستاليني في البوليساريو، إلى سنوات الجمر والرصاص والانتهاكات التي أيضا ارتكبها المغرب في الإقليم، كل هذه تمثل جذورا لهذا النزاع الذي يتبلور في شكل أيضا ريع وفي شكل مستفيدين في الضفتين وفي شكل يعني فئات واسعة تعاني الأمرين أيضا. وبالتالي الحل ينبغي أن يشمل كل الفاعلين السياسيين لا سيما الصحراويين منهم، وينبغي أن تشرك الإطارات المدنية الصحراوية من منتخبين، من أحزاب، من حركات سياسية أيضا، ومن يعني حتى مثقفين وباحثين وإلى آخره، ومن ضمنهم طبعا
البوليساريو، وهذا في سياق المحلي. في السياق الإقليمي أعتقد على أن الجزائر أيضا لديها ربما مصالح ينبغي النظر فيها. في سنة 1971 حدثت مجموعة من لقاءات جمعت زعماء الدول المعنية بالنزاع المجاورة بعد على إثر يعني أحداث 1970 بالعيون، وكان الحديث هناك عن معبر بحري يمكن الجزائر من تصدير الحديد في غار جبيلات في تيندوف، وكان ربما حديث آنذاك عن ميناء في طنطان وشيء من هذا القبيل. يمكن العودة إلى تلك يعني سياقات والنظر فيها، بمعنى يمكن أيضا يعني لأن لا المغرب يحقق انتصارات ميدانية، يحقق حالة من حسم النزاع الميداني، وربما يحقق مكاسب دبلوماسية ودولية، لكن هذا لا ينبغي أن يمنعه من النظر في يعني الاهتمامات أو المطالب أو حتى الحقوق التي قد تعبر عنها أطراف أخرى. كنت أريد الحديث عن سياقات تاريخية تتعلق ببعض مقترحات الحلول التي قدمتها إسبانيا وقدمها واللي يتحدث عنها أيضا والهيدالة في مذكراته، ومجموعة الحلول التي يعني طرحت على البوليساريو كانت مشجعة جدا لكن تم رفضها للأسف شديد. يمكن يعني الفهم من خلالها يعني الأسباب ربما التي تعرقل الحل. ينبغي أن أشير للنقطة الأخيرة إن سمح الوقت، وهي أيضا العمل على تكريس ثقافة المواطن وثقافة المدنية، لأنه الظروف تواطأت والأطراف تواطأت على تغييب الممارسة السياسية الصحية والسليمة يعني من كما تفضل الإخوة من ريع ومن ثقافة فاشستية ومن ثقافة بدوية ومن سنوات جمر ورصاص وإلى آخره، كلها يعني ساهمت في تغييب الثقافة المدنية. الثقافة المدنية ستكرس لممارسة سياسية سليمة وستكرس لإشراك المجتمع المدني ولي يعني إقحام المعنيين الصحراويين في الحل وفي النزاع. شكراً.